السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا وصفة ديال لي بانيه ساهلين وما كيحتاجوا لا ما كيحتاجوش نخمروهم ولا الوقت طويل باش نحضروهم، يعني في اخر لحظة يكونوا عندنا واجدين، تقريبا ربع ساعة يكونوا واجدين. ومقادير قلال، انا غندير هنا المقادير يعني قلال، اللي بغى يضاعف المقادير يضاعفهم. عندي 70 غرام ديال الدقيق، جوج ديال البيضات يكونوا متوسط الحجم، تقريبا الوزن ديالهم بجوج 100 غرام. عندي هنا 25 غرام ديال الزبده، السكر فاني غنحتاج تقريبا واحد المعلقه صغيره. عندي هنا كاس صغير اولا 125 مليلتر مخلط الحليب مع الماء، تقدروا تستعملوا كله ماء كله حليب ولا مخلط بحال هذا. سنهن هنا عندي مخلط الحليب مع الماء وقبيصات الملحه وصافي. وبالنسبه للتزيين من غادي نقليهم، اما غنحتاجوا السكر كلاصي واما السكر سنيده عادي. وبالنسبه ليهم تقدروا تنسموهم كذلك في الداخل بلا الفاني، تقدروا ديروا معاهم القشره الحامض ولا القشره الليمون على حسب الذوق. غادي نبداو في الطريقه ديال التحضير ديال هاد لي بانيه. اول حاجه غادي نديروا الحليب، الزبده، قبيصه الملح، معلقه صغيره ديال السكر الفاني، وغادي نديروهم على نار متوسطه تذوب ديك الزبده ويبدا شويه الخليط يبدا كيغلي. ها هو داك الخليط ديالنا، هو شفتوه بدا كيغلي، غنطفيو عليه النار، غنحيدوه من النار وغادي نزيدو الدقيق ديالنا دقه واحده في مره، غنزيدوه وغنحركو بحال هكا. غير معلقه ديال الخشب، دابا غادي نديروها في على النار غير واحد الثواني معدوده، نحركوها على النار ثواني صافي ونحيدوها. وحنا كنحركو باش كتيبس لنا شويه داك العجينه وميم طون داك الدقيق بحال اللي كيطيب، ولكن ثواني بحال اللي قلت. هانتوما واحد شفتو العجينه ما كتسبقاش كتلصق لنا في الكاسرونه، كنديرو لها هكا شويه ومن بعد صافي غنحيدوها. هذيك العجينه ديالي هي غنديرها في الطراب، تقدروا تستعملوا غير الطراب ديالها، هي شويه كتعذب لنا شويه في الخدمه، الا عندكم طراب كهربائي احسن. غنزيدو البيضه الاولانيه وغادي نحركو شي شويه. هانتوما شوفوا في الاول كتزيدوا البيضه الاولى وكتضربوا، اذا ما بغيتوش ديروها بحال هكا بحالي ديروها غير بلو فوي، كتزيد ديروا البيضه وكتضربوا مزيان بلو فوي غير شويه كتعذب، هذه كتسهل شويه الماموريه. كتزيدوا البيضه الاولى ومن بعد غنزيدوا البيضه الثانيه بشويه بشويه. ولا كانت عندكم مثلا ضعفتوا المقادير، عندكم رعاة البيضات دائما البيض وحده بوحده. هنا بحال شفتوا البيض دائما كيتزاد وحده بوحده مع التحرك دائما، الا ما بغيتوش ديروا هذه ولا مضطره الكهربائي ديروا غير لو فوي ديال اليد، هي بطبيعه الحال كيكون سهل الا عندنا شي حاجه كهربائيه كتسهل. ها هي القوام ديال العجينه ديالي، كتكون هكا رطبه يعني على المهم على هذا الشكل، ولكن ماشي سائله، الا كانت سائله ما غاديش يمكن نقليوها. هذا هو القوام ديالي، دابا صافي غادي نشدها غادي نقليها في الزيت السخون. ها هو الزيت ديالي سخون، درت كندير الزيت سخونه زيت نباتيه، وكنشد هذيك العجينه ديالي بجوج ديال المعالق، وحده كنهز بها وحده كندفئ بها باش كنديرها في الزيت. الزيت ما تكون سخونه ولكن ماشي يعني كتحرق، لان الا درناها سخونه بزاف غادي غير نديروهم غادي يتحرقوا لنا من برا ولين من الداخل غيبقاو معجنين، هذه هي الفكره. صافي وكنكملوا حتى كنساليو جميع الكميه اللي عندنا هنايا. هانتوما كتشوفوا كنكملوا بنفس الطريقه، من كيتحمروا لي من واحد الجهه كنقلبهم على الجهه الاخرى، شي مرات كيتقلبوا من راسهم بوحدهم كيتنفخوا كيتقلبوا كيتحمروا بجوج جهات. هانتوما كتشوفوا كنديروهم فوق واحد البابي ابسورمون ديال الكوزينه، بغيت نعطيكم فكره على كيفاش القوام ديال كيفاش كيكون الداخل. هانتوما شوفوا خاوي من الداخل، صافي كنخليهم كيبردوا واحد شويه، كنغبرهم اما بالسكر كلاصي واما كندوزوهم في السكر سنيده على جوج جهات.
صافي هذه هي الوصفه، نتمنى تكون عجبتكم وانكم تجربوها، مفيده بزاف. اكثريه جا عندكم شي واحد على غفله ولا شي حاجه بحال هكا، يعني كتقدروا توجدوهم في تقريبا ربع ساعه كيكونوا واجدين. ما تنساوش ديروا الاعجاب بالفيديو وتشاركوا الفيديو كذلك مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش كذلك ديروا اشتراك في القناه ديالي. شكرا لكم بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.